غزة مدينة بصوت نيات، هنا وشجر ومدى حكايات، فرس من نور تسهل الحكاوي، واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات. لا ضربوا انذار ولا بعتوا رسائل ولا اشي، قاعدين في بيوتنا امنين. البيوت مليانة نازحين، أقل بيت فيه 50 و60 نازح، أطفال ونساء، وأنت عارف يعني حرب، الكل بيت جاء لمنطقة آمنة، قاعدين في بيوتنا. ما بنفطن غير 4 بيوت انهدموا. نزلت هيك برميل، صواريخ أمريكية، بريطانية، فرنسية، مش معروف إيش اللي صار في المنطقة. إبادي جماعية. إبادي جماعية. إيش؟ أمريكا بتدعم، بريطانيا بتدعم، فرنسا بتدعم، كل العالم بدعم، الغرب بدعم إسرائيل. على جرائمهم. احنا قتلت اطفال، احنا بنقتلش اطفال. شوفوا الاطفال هاي عندهم الصور، هم قتلت الاطفال، هم قتلت الاطفال. بيوت كاملة دمروها، حي كامل نسفوه، ايش بدهم اكتر من هيك؟ احنا هان ارضنا، هان مقدساتنا، مش حنطلع مش حننزع. فكرهم وكل مخططاتهم الفاشلة حتضل طغيان لهم، احنا مش حنطلع، حنضل باقون هانا. أرضنا هنا، حضارتنا هنا، مقدساتنا هنا، القدس إنا والأرض إنا والزيتون إنا، إحنا مش حنطلع صامدين.